السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونحمد الله سبحانه وتعالى على أن هيأ لنا هذا اللقاء الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا فيه إلى الحق بإذنه، إنه يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ثم نشكر لأهل البيت هذه الاستضافة الكريمة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لهم في أموالهم وفي بيتهم وفي ذرياتهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا اللقاء بعنوان شفاء لما في الصدور، وهذا العنوان هو جزء من آية في كتاب الله عز وجل، وهي الآية 57 من سورة يونس. يبين الله سبحانه وتعالى فيها عظمة هذا الكتاب الذي أنزله على خير مرسل ختم به الرسالات والنبوات. فقال الله جل وعلا بعد أن بدأ في هذه السورة بذكر ربوبيته سبحانه وتعالى، وأنه خالق الكون والشمس والقمر ومدبر شؤونهما، وأنه قسم الناس إلى سعداء وأشقياء، ثم ذكر إنعامه على العباد، وذكر نعمه عليهم وما يقابلون به نعمة الله سبحانه وتعالى. ثم بدأ الله عز وجل ببيان وذكر أعظم مسألة خلق لها الخلق، وهي عبادته وحده لا شريك له. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم، أي زاجر عن المعاصي، ومنذر بالعذاب والعقاب. قال الإمام الطبري من ربكم، فلم يتقولها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما هي من عند الله وشفاء لما في الصدور من أمراض الشكوك والشبهات والشك الذي ينقدح في القلوب، وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. قل بفضل الله القرآن أو الإسلام، وبرحمته أن جعلنا من أهل الإسلام أو من أهل القرآن، فبذلك فليفرحوا، هو خير مما يجمعون. فهذا الكتاب تضمن الهداية، لأنه يا أخواننا كما قال السعدي رحمه الله في تفسير هذه الآيات، إما أن يكون، وهذا ملخص كلامه ومعناه، المانع عن الحق شبهة تمنع من العلم بالحق، وإما شبهة تمنع من الانقياد للحق. والقرآن فيه الشفاء من هذين المرضين، لأن أخواننا المعاصي، لأن المعاصي كلها إما أن تكون بسبب شبهة فتكون النتيجة الشرك أو الكفر أو البدعة، أو أن تكون مرض شهوة، سواء كانت شهوة عدوانية كالقتل وكالاعتداء
وكأخذ مال الناس، أو أن تكون شهوة في الترأس وطلب الزعامة، وإما أن تكون شهوة في قضاء الشهوات من المآكل والمشارب وقضاء الأوتار. فالقرآن جاء بشفاء كل مرض يعرض للإنسان ويقع في قلبه، وشفاء لما في الصدور. ولذلك إذا قرأت كثيرا من سور القرآن وتنوع الحجج فيها خاصة في قضية التوحيد، لأن أعظم ما جاء به القرآن هو توحيد الله، وأن يعبد الله جل وعلا لا يعبد معه أحد مهما بلغ في الصلاح ومهما بلغ في المنزل والمكان عند الله سبحانه وتعالى، فلا يستحق أن يعبد مع الله جل وعلا. ولذلك جاء في الصحيحين أن جبير بن مطعم رضي الله عنه جاء إلى المدينة في قضية الأسارى، أسارى بدر، إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ في صلاة المغرب بالطور، قال: فكاد أن ينخلع لها قلبي، وكان أول ما وقع الإسلام في قلبي. أم يقولون شاعر نتربص به، عليكم السلام، ريب المنون، فتربصوا، يعني قالوا النبي عليه الصلاة والسلام شاعر، مثله مثل زهير ابن أبي سلمى، فننتظر أن يموت كما مات من قبله. ربنا قال: فتربصوا إني معكم من المتربصين. أم تأمرهم أحلامهم بهذا؟ أم هم قوم طاغون؟ أم يقولون تقوله، يعني افتراه وكذب في نسبته إلى الله؟ أم يقولون تقوله؟ بل لا يؤمنون، فليأتوا بحديث مثلي إن كانوا صادقين، أم خلقوا من غير شيء؟ قال بعض المفسرين من معاني هذه الآية أي أم خلقوا لغير شيء، أي لغير حكمة، كما قال الله جل وعلا: أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يك نطفة من مني يمنى. ولذلك يا أخواننا الإنسان ما خلق عبثا. فالآيات دي لما سمعها جبير رضي الله عنه كانت سببا في إسلامه رضي الله عنه. كذلك أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه لما سمع الآيات من سورة الحاقة، والحديث في مسند الإمام أحمد، عشان تعرف إن القرآن ده يا أخواننا شفاء لما في الصدور من الشكوك والشبه والوساوس والخيالات، فمن ابتغى الهدى في غير هذا القرآن ضل. فذهب يعترض ويتعرض للنبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يسلم، قال: فوجدته قد سبقني يقرأ جنب الكعبة النبي عليه الصلاة والسلام، ويقرأ من سورة الحاقة. قال الله جل وعلا وهو يذكر اليوم الآخر الذي فيه موعظة للمشركين وغير المشركين حتى تلين هذه القلوب وتؤمن بما أنزل الله جل وعلا. قال الله جل وعلا: فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال
فدكتا دكة واحدة، يعني ما دار زيادة. فيومئذ وقعت الواقعة القيامة، وانشقت السماء فهي يومئذ واهية، والملك على أرجائها نواحيها، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية من الصفوف، صفوف ملائكة، ثمانية صفوف. قال العلماء المفسرون، قالوا ما بين موق أحدهم من حملة العرش إلى مؤخر عينه مسيرة 100 عام، من بداية العين لنهاية 100 سنة. ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، يومئذ تعرضون على الله، كل أحد منا سيعرض، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر تلقى وجهه فلا يرى تلقى وجهه إلا النار، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، لأن الناقد بصير بأحوال العباد، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، وأنت على كل شيء شهيد. يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم، أي هاكم اقرأوا كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي. وهنا ظننت أي أيقنت، لأنه لو كان الظن بمعنى الشك ما كان بخش الجنة. إني ظننت أني ملاق حسابي، فهو شنو؟ في عيشة راضية، في جنة عالية قطوفها دانية، إذا تمنى العبد الثمرة من ثمار الجنة تأتيه وتتدلى إليه، وذللت قطوفها تذليلا، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابي، يا ريت ما ادوني كتابي ذاته، ولم أدر ما حسابي، يا ليتها كانت القاضية، زي ما ربنا عز وجل قال: ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون. والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. ربنا قال: يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية، خذوه فغلوه. الآيات دي شديدة، عمر رضي الله عنه كان بيسمع في الآيات دي: ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة ذرعها طولا 70 ذراعا فاسلكوه، تدخل في الدبر حتى تخرج من فيه، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه، إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين، فليس له اليوم هاهنا حميم، صاحب بينفع، ولا طعام أكل إلا من غسلين من صديد أهل النار، لا يأكله إلا الخاطئون، ناس متعمدين، فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، إنه لقول رسول كريم. فلما سمع عمر رضي الله عنه هذه الآيات بهذه القوة
قال والله إن هذا لشعر كما قالت قريش. فقال الله عز وجل والنبي صلى الله عليه وسلم يقرأ، قال وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون، قال إذن هو قول كاهن، قال ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون، تنزيل من رب العالمين، ولو تقول أي كذب وادعى ما لم نأمره به، ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين، فما منكم من أحد عنه حاجزين، وإنه لتذكرة للمتقين، وإنا لنعلم أن منكم مكذبين، وإنه لحسرة على الكافرين، وإنه لحق اليقين، فسبح باسم ربك العظيم. أي شبهة تعشري القرآن قطع من دابرها. لما نزل القرآن والناس عندهم أصنام وهي عبارة عن صور للصالحين، الليلة كثير من الناس يقول لك نحن ما قاعدين نعبد الصنم، معناه شرك ماف. الصنم عبارة عن صورة، ما كان عندهم آلات حديثة يصوروا بها أولياءهم، وإنما كان عندهم الأحجار والخشب وما شابه ذلك، يصورون بها صور أوليائهم، ثم يتقربون أو يجعلون هؤلاء الأولياء وسائط بينهم وبين الله جل وعلا، وهذا هو الشرك الذي يخرج الإنسان من ملة الإسلام. ربنا قال قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله فلا يملكون، شوف القرآن ده يقطع هذه الشبهة كيف شفاء، فلا يملكون، يعني أنا الولد لو صالح عديل بلغ في الصلاح غايته، ربنا قال ليه ما تدعوه؟ ليه؟ ربنا قال لأنه لا يملك، ما عنده حاجة مع الله. قل اللهم مالك الملك فلا يملكون، ما عندهم مثقال ذرة، ربنا نفع عنهم الملك، انت بتمشي له يمكن يكون عنده حاجة، مالك حاجة، ربنا قال لك ما عنده. فلا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، طيب غادي يكونوا ما مالكين لكن عندهم فيها جزء ونصيب، مشاركين رب العالمين فيها، وما لهم فيهما من شرك، ما عندهم شرك ونصيب وجزء، ما عندهم. طيب لا عندهم ملك ولا عندهم نصيب، يمكن يكون ساعد ربنا في خلق السماوات أو الأرض، قال وما له أي ما لله منهم أي من هؤلاء الأولياء من ظهير أي من معين أو من وزير. طيب دي كلها ماف، لكن يمكن يكون عندهم مكان عند الله يشفع لنا عند الله، ربنا قال ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، لأن أخواننا الشفاعة عند أهل الدنيا تدل على نقص أهل الدنيا. الليلة لو مشيت عندك قريبك مسؤول ودار تتوسط لزول، بيقوم يقبل شفاعتك لمكانتك عنده، وتكون أنت مشاركا لهذا الذي قبل الشفاعة في الأجر وفي الخير، بتكون مشارك لأنه مشيت استأذنت وشفعت، وقد يكون هو كاره لكن أنت مشارك. لكن ربنا من ذا الذي يشفع عنده؟ ده من كمال ملكه، إلا بإذنه. إذا كان أصلح البشر رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة في الشفاعة الكبرى لا يشفع إلا بعد أن يسجد ويفتح الله عليه من المحامد والثناء على الله عز وجل ما لم يفتحه على أحد قبله، فلا يرفع رأسه من تلك السجدة حتى يقال له يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. ربنا قال وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد
أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. شبه كثيرة القرآن رد عليها، وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، قل فلما يعذبكم بذنوبكم، لو أنتم أبناء الله أو أحباؤه فلما يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق. ربنا في شبهة ثانية يرد عليها، ربنا عز وجل قال وقالوا أساطير الأولين اكتتبها، ناس شاكين في القرآن ذات، فهي تملى عليه بكرة وأصيلا، قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان حليما غفورا. وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا. وقالوا لولا أنزل إليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون، ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون، ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل، فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين، إلى آخر آيات كثيرة. ربنا قال وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا. وأدلة كثيرة جدا، ربنا قال فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا، آيات شايفة وحاسبيها. أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون. أدلة واضحة ومتنوعة وكثيرة، بل ذكر الله سبحانه وتعالى من أحوال الآخرة ما يكشف للناس الطريق والسبيل إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك يا أخواننا ربنا قال إن هذا القرآن يهدي مش للطريق القويم للتي هي أقوم، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم شنو؟ أجرا كبيرا. القرآن حجة وشفاء وموعظة وهداية ورحمة وبشرى ونذارة، لأنه كلام العزيز الحميد، وتمت كلمة ربك صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام لا مبدل لكلماته. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. فالقرآن يا أخواننا من عمل به أفلح ونجح، ومن أعرض عنه خسر في الدنيا والآخرة. ويشكوه النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله جل وعلا ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. وطبعا في قواطع كثيرة جدا بتمنع الإنسان من الاستفادة من القرآن، منها اتباع الآراء والمذاهب والطرقيات والأحزاب بتمنع، والكبراء والسادة. ربنا قال ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وربنا عز وجل قال إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول، طيب ما الذي منعكم؟ وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا الأشراف في الدين والدنيا فأضلون السبيل
ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. ولذلك أخواننا الذي يريد الهداية في الدين فعليه التمسك بما في كتاب الله سبحانه وتعالى. وأنا يعني أحببت أن أذكر مقدمة العلامة ابن القيم رحمه الله في كتابه مدارج السالكين، وهو يتحدث عن هداية القرآن وأن الإنسان يجد فيه كل فوز وفلاح، وضد ذلك في ابتغاء الهدى من غيره. قال بسم الله الرحمن الرحيم، معليش يا أخواننا كلام طويل لكن كلام قيم ونافع من العلامة ابن القيم رحمه الله. قال وبه نستعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب العالمين وإله المرسلين وقيوم السماوات والأرضين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث بالكتاب المبين. وهذا من براعة الاستهلال. قال الفارق بين الهدى والضلال والغي والرشاد والشك واليقين، أنزله لنقرأه تدبرا ونتأمله تبصرا ونسعد به تذكرا ونحمله على أحسن وجوهه ومعانيه ونصدق به ونجتهد على إقامة أوامره ونواهيه ونجتني ثمار علومه النافعة الموصلة إلى الله سبحانه من أشجاره ورياحين الحكم من بين رياضه وأزهاره. فهو كتابه الدال عليه لمن أراد معرفته، وطريقه الموصلة لسالكها إليه، ونوره المبين الذي أشرقت له الظلمات، ورحمته المهدات التي بها صلاح جميع المخلوقات، والسبب الواصل بينه وبين عباده إذا انقطعت الأسباب، وبابه الأعظم الذي منه الدخول فلا يغلق إذا أغلقت الأبواب، وهو الصراط المستقيم الذي لا تميل به الآراء، والذكر الحكيم الذي لا تزيغ به الأهواء، والنزل الكريم الذي لا يشبع منه العلماء، لا تفنى عجائبه ولا تقلع سحائبه ولا تنقضي آياته ولا تختلف دلالاته، كلما ازدادت البصائر فيه تأملا وتفكيرا زادها هداية وتبصيرا، وكلما بجست معينة فجر لها ينابع الحكمة تفجيرا. فهو نور البصائر من عماها، وشفاء الصدور من أدوائها وجواها، وحياة القلوب ولذة النفوس ورياض القلوب، وحادي الأرواح إلى بلاد الأفراح، والمنادي بالمساء والصباح يا أهل الفلاح حي على الفلاح، نادى منادي الإيمان على رأس الصراط المستقيم، يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. قال أسمع والله لو صادف آذانا واعية، وبصر لو صادف قلوبا من الفساد خالية، لكن عصفت على القلوب هذه الأهواء فأطفأت مصابيحها، وتمكنت منها آراء الرجال فأغلقت أبوابها وأضاعت مفاتيحها، وران عليها كسبها فلم تجد حقائق القرآن إليها منفذا، وتحكمت فيها أسقام الجهل فلم تنتفع معها بصالح العمل. وعجبا لها كيف جعلت غذاءها من هذه الآراء التي لا تسمن ولا تغني من جوع، ولم تقبل الاغتذاء بكلام رب العالمين ونصوص حديث نبيه المرفوع. أم كيف اهتدت في ظلم الآراء إلى التمييز بين الخطأ والصواب، وخفي عليها ذلك في مطالع الأنوار من السنة والكتاب. وعجبا كيف ميزت بين صحيح الآراء وسقيمها ومقبولها ومردودها وراجحها ومرجوحها، وأقرت على أنفسها بالعجز عن تلقي الهدى والعلم من كلام من كلامه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وهو الكفيل بإيضاح الحق مع غاية البيان، وكلام من أوتي جوامع الكلم واستولى كلامه على الأقصى من البيان. كلا بل هي والله فتنة أعمت القلوب عن مواقع رشدها، وحيرت العقول عن طرائق قصدها،
يربى فيها الصغير ويهرم فيها الكبير، وظنت خفافيش البصائر أنها الغاية التي يتسابق إليها المتسابقون، والنهاية التي تنافس فيها المتنافسون وتزاحموا عليها. وهيهات، أين السها من شمس الضحى؟ وأين الثرى من كوكب الجوزاء؟ وأين الكلام الذي لم تضمن له عصمة قائله بدليل معلوم؟ من النقل المصدق من النقل المصدق عن القائل المعصوم؟ وأين الأقوال التي أعلى درجاتها أن تكون سائغة الاتباع من النصوص الواجب على كل مسلم تقديمها وتحكيمها والتحاكم إليها في محكم النزاع في محل النزاع؟ وأين الآراء التي نهى قائلها عن تقليده فيها وحذر من النصوص التي فرض على كل عبد أن يهتدي بها ويتبصر؟ وأين المذاهب التي إذا مات أربابها فهي من جملة الأموات من النصوص التي لا تزول إذا زالت الأرض والسماوات؟ سبحان الله، ماذا حرم المعرضون عن نصوص الوحي واقتباس العلم من مشكاته من كنوز الذخائر؟ وماذا فاتهم من حياة القلوب واستنارة البصائر؟ قنعوا بأقوال استنبطتها معاول الآراء فكرا، وتقطعوا أمرهم بينهم لأجلها زبرا، وأوحى بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، فاتخذوا لأجل ذلك القرآن مهجورا. درست معالم القرآن في قلوبهم فليسوا يعرفونها، ودثرت معاهده عندهم فليسوا يعمرونها، ووقعت ألويته وأعلامه من أيديهم فليسوا يرفعونها، وأفلتت كواكبه النيرة من آفاق نفوسهم فلذلك لا يحبونها، وكسفت شمسه عند اجتماع ظلم آرائهم وعقدها فليسوا يبصرونها. خلعوا نصوص الوحي عن سلطان الحقيقة، وعزلوها عن ولاية اليقين، وشنوا عليها غارات التأويلات الباطلة، فلا يزال يخرج عليها من جيوشهم كمين بعد كمين. نزلت عليهم نزول الضيف على أقوام لئام، فعاملوها بغير ما يليق بها من الإجلال والإكرام، وتلقوها من بعيد ولكن بالدفع في صدورها والأعجاز، وقالوا ما لك عندنا من عبور، وإن كان ولا بد فعلى سبيل الاجتياز. أنزلوا النصوص منزلة الخليفة في هذا الزمان، له السكة والخطبة، وما له حكم نافذ ولا سلطان، المتمسك عندهم بالكتاب والسنة صاحب ظواهر، مبخوس حظه من المعقول، والمقلد للآراء المتناقضة المتعارضة والأفكار المتهافتة لديهم هو الفاضل المقبول. وأهل الكتاب والسنة المقدمون لنصوصها على غيرها جهال لديهم منقوصون، وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء؟ ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. حرموا والله الوصول بعدولهم عن منهج الوحي وتضييعهم الأصول، وتمسكوا بأعجاز لا صدور لها، فخانتهم أحرص ما كانوا عليها، وتقطعت بهم أسبابها أحوج ما كانوا إليها، حتى إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور، وتميز لكل قوم حاصلهم الذي حصلوه، وانكشفت لهم حقيقة ما اعتقدوه، وقدموا على ما قدموه، بدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، وسقط في أيديهم عند الحصاد لما عاينوا غلة ما بذروه. فيا شدة الحسرة عندما يعاين المبطل سعيه وكده هباء منثورا، ويا عظم المصيبة عندما يتبين بوارق أمانيه خلبا وآماله كاذبة غرورا. فما ظن من انطوت سريرته على البدعة والهوى والتعصب للآراء بربه يوم تبلى السرائر؟ وما عذر من نبذ الوحيين وراء ظهره في يوم لا تنفع الظالمين فيه المعاذر؟ أفيظن المعرض عن كتاب ربه وسنة رسوله أن ينجو من ربه بآراء الرجال، أو يتخلص من بأس الله بكثرة البحوث والجدال وضروب الأقيسة وتنوع الأشكال، أو بالإشارات والشطحات وأنواع الخيال؟ هيهات والله، هيهات والله، لقد ظن أكذب الظن
ومنته نفسه أبين المحال، وإنما ضمنت النجاة لمن حكم هدى الله على غيره، وتزود التقوى وأتم بالدليل، وسلك الصراط المستقيم، واستمسك من الوحي بالعروة الوثقى التي لا انفصام لها، والله سميع عليم. وهذا كلام متين قوي أكتفي به، وأفتح الفرصة إن شاء الله للإخوة المشايخ فليتقدموا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياهم الصدق والإخلاص والتوفيق.